السنة الأولى ابتدائي. السلام عليكم. سنشرع الآن في حل اختبار في التربية الإسلامية. نبدأ على بركة الله. التمرين الأول: ألون بالأصفر التصرفات الحسنة. لدينا الصدق، السرقة، الطهارة، الاستئذان والتشاجر. الصدق جيد، الصدق صفة حسنة، إذن ألونه بالأصفر. الصدق كقول الحق، قول الصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، إذن هي صفة حسنة. السرقة جيد، السرقة ليست من التصرفات الحسنة، إذن لا ألونها. الطهارة الطهارة صفة حسنة، المسلم يجب أن يكون دائما طاهرا، هي إذن صفة حسنة. الاستئذان أحسنتم، الاستئذان صفة أو تصرف حسن، نلونه بالأصفر. يجب أن نقوم بالاستئذان كأن نستأذن قبل الدخول إلى بيت. التشاجر جيد، التشاجر ليس تصرفا حسنا، إذن لا نلونه، كأن أتشاجر مع أصدقائي مثلا، إذن تصرف خاطئ. نراجع معا. نلون بالأصفر التصرفات الحسنة. لدينا الصدق، الطهارة، والاستئذان. التصرفات الخاطئة: السرقة والتشاجر، لا نلونها بالأصفر. أربط كل عبارة بالصورة المناسبة لها. لدينا ثلاث صور: ولد يطعم قط، صورة بنت تدق على الباب، وصورة ولد يغسل، وبنت تنظف المكان. لدينا أيضا الاستئذان: أطهر جسمي ومكاني وأرفق بالحيوان. الاستئذان نربطه مع أحسنتم نربطه مع هذه الصورة، صورة البنت التي تدق الباب، إذن تستأذن قبل الدخول. لدينا أطهر جسمي ومكاني، أربطها مع أحسنتم مع الولد الذي يغسل والبنت التي تنظف المكان. ولدينا أرفق بالحيوان، أربطها مع الصورة الأخيرة، صورة الولد الذي يطعم القط. هذه كلها تصرفات حسنة يجب أن نقوم بها. نراجع معا. الاستئذان مع صورة البنت تدق الباب، أطهر جسمي ومكاني مع صورة الولد الذي يغسل والبنت التي تنظف المكان، أرفق بالحيوان مع صورة الولد الذي يطعم الحيوان. التمرين الثالث: اكتب ص للعبارة الصحيحة وخ للعبارة الخاطئة. النظافة من الإيمان، أحسنتم صحيح، النظافة من الإيمان. أنظف جسمي ولا أنظف مكاني، أحسنتم خطأ. أنظف جسمي وأنظف مكاني أيضا. أتحدث مع والدي بأدب، أحسنتم صحيح. أدخل بيوت الناس دون استئذان، جيد خطأ. أستأذن قبل أن أدخل بيوت الناس. أقول بسم الله قبل الأكل، أحسنتم صحيح. الطفل الصادق لا يحبه الناس، أحسنتم خطأ. الطفل الصادق يحبه الناس لأنه صادق، يقول الحق. التعاون ينشر المحبة بين الناس، أحسنتم صحيح. التعاون ينشر المحبة بين الناس. نراجع معا. النظافة من الإيمان، صحيح. أنظف جسمي ولا أنظف مكاني، خطأ. أنظف جسمي ومكاني. أتحدث مع والدي بأدب، صحيح. أدخل بيوت الناس دون استئذان، خطأ. أدخل بيوت الناس بعد الاستئذان. أقول بسم الله قبل الأكل، صحيح. الطفل الصادق لا يحبه الناس، خطأ. الطفل الصادق يحبه الناس. التعاون ينشر المحبة بين الناس، صحيح. التمرين الأخير، الرابع والأخير: أكمل الناقص بالمناسب
لدينا الإيمان والوسخ. النظافة من، أحسنتم، الإيمان. النظافة من الإيمان و، أحسنتم جيد، الوسخ. والوسخ من الشيطان. نراجع الجملة: النظافة من الإيمان والوسخ من الشيطان. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك معنا وتفعيل جرس الإشعارات، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.